صباح الخير مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بألف خير ومصرنا بأمن واستقرار. النهاردة آخر حلقة في عام 2023، وبكرة بإذن الله هنستقبل عام جديد، عام يحمل كل الأمان الطيبة للشعب المصري والعالم أجمع، ويكون إن شاء الله عام 2024 هو عام الاستقرار في دولنا العربية والمنطقة. في حلقة اليوم هنلقي الضوء على النماذج الناجحة في المجتمع المصري، كمان هيكون لينا حديث مستفيض عن أهم الإنجازات التي تمت خلال العام المنقضي، وده هيكون من خلال قراءة تحليلية مع الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. نبدأ حلقتنا إن شاء الله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بالامس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله تطوير اطر التعاون الدولي في المشروعات التنمويه ومراجعتها بشكل دوري. ده جه خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لبحث الجهود الوطنيه لتعزيز اطر التعاون الدوليه متعدد الاطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسيه الاقتصاديه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني. وفي هذا الإطار اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني والاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب وبناء القدرات. كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج نوفي، خاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرر الحكومة بتحديث مساهمتها المحددة وطنية لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلا عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة نوفي تقدم نموذجا عمليا يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكدا كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه. أهلا بحضراتكم من جديد، معي على الهاتف الدكتور هشام البحيري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير أستاذ المشاهدين. اجتماع مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد أيضا على مواصلة المشروعات التنموية، كيف تقرأ ما جاء في هذا الاجتماع؟ حقيقة مصر خلال السنوات السبعة أو العشر الماضية قامت بإنشاء العديد والعديد من المشروعات التنموية العملاقة. حقيقة المشروعات العملاقة دي تحتاج دائما إلى مراجعات، تحتاج دائما إلى تقييم للموقف، تحتاج أيضا لشراكات فاعلة. هذه الشراكات الفاعلة، لأن المشروعات الكبرى لا يمكن أن تؤدى بشكل فردي، لازم المشروعات الكبرى يبقى فيه برضو شراكة معلوماتية، شراكة في الأفكار، شراكة في التكنولوجيا، شراكة في التحول الرقمي والتحول والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور. وبالتالي الاجتماع سيادة الرئيس أمس كان اجتماع مهم جدا مع رئيس الحكومة الدكتور عبد المصطفى مدبولي من أجل متابعة هذه المشروعات التنموية والوقوف على أي عثرات قد تعترض استكمال مثل هذه المشروعات في ظل التحديات الكبرى اللي بتواجهها مصر في هذه الأونة، وبرضه من ظل التحديات اللي واجهها الاقتصاد المصري أيضا. أيضا من ضمن الاجتماع كان تأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على برنامج نوفي. نعم، هي برنامج نوفي من برامج المهمة جدا اللي بتوفر دعم لوجستي ودعم فكري ودعم معلوماتي للمستثمرين وأيضا للقطاع الخاص. القطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في الاقتصاد. القطاع الخاص يمكن خلال السنوات الماضيه لم تتاح لي الفرصه للدخول، لان كانت مصر بتقوم بعمليه تحول كبير لاقامه بنيه تحتيه كبرى، وكان لازم الدوله تنفرد بالنسبه لهذه المشروعات الكبرى. لكن انا الاوان بعد اطلاق مبادره سياسه ملكيه الدوله ان تتولى او يتولى القطاع الخاص تحديدا المشاركه وان يقوم بمساهمه ودور مجتمعي كبير في الاقتصاد المصري. صحيح، عندما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة سوف تنفرد 25% فقط من المشروعات على أن تترك الفرصة بنسبة 75% للقطاع الخاص، ده شيء عظيم جدا، ولكن نحن نحتاج لقطاع خاص ناضج، قطاع خاص لديه القدرة على استكمال المشروعات والدخول فيما يسمى بتوطين التنمية. صحيح. هذا يقصد بتوطين التنمية ان كل منطقة جغرافية محددة لابد ان يتم فيها اقامة مشروعات تنموية مختلفة، لان كل منطقة لها احتياجات مختلفة وكل منطقة لها ظروف مختلفة، وبالتالي عملية توطين التنمية ومراجعات من خلال اشراف الدولة وشراكات مع القطاع الخاص وشراكات مع قطاع خاص اجنبي للتفعيل ما يسمى شركات مع قطاع خاص اجنبي او قطاع مصر او قطاع خاص مصر، وده اللي شفناه. نعم. كمان في صفقه السبع فنادق الاخيره. طبعا احنا الشراكه المحليه او الشراكه الاجنبيه ده شيء عظيم جدا. صحيح، لان ده بيتيح فرصه لخلق فرص عمل للمواطنين، بيحسن الاقتصاد، بيخف الضغط على الموازنه العامه المصريه، وبيوفر احتياجاتنا من الدولار اللي احنا في حاجه شديده ليه من اجل ضبط الاسواق وضبط الاسعار
وضبط السياسات النقديه والماليه وتفعيل رؤيه الحكومه وتحقيق الاهداف. دكتور هشام البحيري استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، اشكرك شكرا جزيلا وكل عام وحضرتك بخير. هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، وتمنى زين أن يبارك الله عز وجل جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يظل الوطن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار في ظل قيادته الوطنية الحكيمة، والذي لا يدخر أي جهد من أجل رفعة الوطن وتحقيق التطلعات وأمال الشعب المصري العظيم في تحقيق حياة أفضل. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية، وحذر مدبولي من أي إخفاء لتلك السلع الاستراتيجية سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا على أن الحكومة تستهدف انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير. 7 سلع أصبحت من المنتجات الاستراتيجية وفق قرار أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعلن عنه خلال مؤتمر صحفي في مدينة أكتوبر الجديدة. القرار يحظر حبس أو إخفاء أو عدم طرح أو الامتناع عن بيع تلك السلع 7 لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار. سكر، رز، زيت الخليط، الطعام، الفول، اللبن، المكرونة والجبن الأبيض. 7 سلع رئيسية احنا نعي تماما انها بتمس حياة المواطن اليومية، وبرضو دي بتؤثر في التضخم اللي بيحصل في الدولة. بموجب هذه ان انا اعلنتها كسلع استراتيجية بقت بتخضع للمادة 8 في قانون جهاز حماية المستهلك، ان لا يجوز باي صورة من الصور اجراء اي اجراءات او ممارسات احتكارية ولا اخفاء ولا عدم بيع لهذه النوعية من السلع اللي احنا اعلناها. وبهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي شكلت مؤخرا لدراسة آليات ضبط الأسواق وكبح جماح التضخم. اللجنة دي هتبقى دورها إنها بتاخد كل البيانات من المصانع على كميات الإنتاج اللي بتطلع في كل سلعة من السلع دي، وبنتابع معهم بصورة اسبوعية المصانع، حجم المدخلات، مستلزمات الانتاج اللي موجودة، هل الكلام ده كافي لانتاج الكميات المطلوبة، هل في نقص وبالتالي ممكن يأثر في التسعير بتاع هذه السلع، بهدف انه كل اسبوع في مجلس الوزراء هيتعرض تقرير عن الموقف الاسبوعي لهذه السلع وايه الاليات اللي احنا ممكن ناخدها كاستباقية علشان نضمن ان ما يحصلش اي ازمة في هذه المجموعة. وفي ملف الإسكان الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، سلم رئيس الوزراء عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في مدينة أكتوبر الجديدة. أكد 1,000,000 وحدة سكنية. لو أنا بتكلم أن المتوسط الأسرة من 4 إلى 5، يعني إحنا بنتكلم على 5 مليون مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج، ده غير أكتر من 300,000 وحدة اللي عملناهم للإسكان الغير آمن أو البديل عن مناطق الغير آمنة. فالدولة المصرية هذا المشروع أعتقد لا يعني أحد يختلف أن من أهم المشروعات اللي الدولة المصرية نفذتها واللي إن شاء الله هتستمر عليها في خلال الفترة الجاية بإذن الله. ويقام مشروع الإسكان الذي يخدم محدود الدخل على مساحة 3,500 فدان، ويتم به تنفيذ 35,000 وحدة سكنية تم الانتهاء من 26,000 وحدة. من مدينة أكتوبر الجديدة، هشام حامد، النيل. للمزيد من المتابعة معي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. بسأل حضرتك في البداية عن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء والإعلان عن 7 سلع استراتيجية رئيسة تمس حياة المواطن، ده عدم اللعب فيها وعدم تجاوز الأسعار وعدم رفع الأسعار فيها وعدم إخفائها. كيف تقرأ هذا القرار ويعني ماذا يعني 7 سلع استراتيجية؟ يعني زي ما حضرتك عارف هذا القرار هو تطور وتطوير في إجراءات المواجهة للحد من ارتفاع أسعار هذه السلع في الأسواق العامة. لماذا هذه السبع سلع؟
لأن حضرتك تعلم تماما أن معظمها يتم استيراده من الخارج. صحيح. تتذكر أنه من أكثر من شهرين تقريبا الحكومة حددت هي نفس السبع سلع، ولكن أعطت ميزة طبقا للاتفاق مع وزارة التموين والاتحادات النوعية زي اتحاد الصناعات والمنتجين والمصانع والغرف التجارية، أعطت ميزة نسبية. ميزة نسبية بمعنى أن أنا حسمح لك بدخول مثل هذه السلع بدون ضرائب أو جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مع الاتفاق ليس على سعر معين ولكن على الأقل لتخفيض أسعار هذه السلع في الأسواق العامة. هذه المرة طب لو سمحت يا فندم، عدم الاتفاق على سعر معين ده ما يخلي التجار ترفع أسعارها؟ لا، ما هو أصلا أنت ما تقدرش تخش بسعر معين. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تحدد أسعار، ده ضد السياسة الاقتصادية وضد آليات ارتفاع وضد الآليات الخاصة بالأسواق العامة. لكن في المقابل أنت ليك الحق أنك تحدد هامش ربح، بس تحديد هامش الربح يأتي يعني كيف يأتي؟ احنا بنقول ان معظم هذه السلع مستوردة، عندك ما يكنها في وزارة المالية والجمارك اجهزتها المختلفة، يعني معناها حضرتك تقدر تتبع السلعة من اول الاستيراد حتى دخولها للمصانع او حتى للمخازن الخاصة بالمستوردين، بمعنى انك عارف هي طالعة من هناك بكام، وصلت هنا بكام، رسومها مثلا على سبيل المثال لو كانت بتدفع رسوم جمركية او ضرائب او خلافه بتبقى كام، فتستطيع تقول ان يعني ايه ما يبقاش سلعة وصلت هنا مثلا بعشر قروش وبيعها بعشرين قرش، ما ينفعش. ولكن بتقول انا طب لو ده حصل يا فندم. نعم. ولو ده حصل ولو ده حصل ده طبعا بيؤدي الى انخفاض الاسعار اذا تم الاتفاق على هامش الربح. ولذلك هنجد ان في القرار الاخير هي نفس السلع التي تم تحديثها قبل ذلك تم تحديثها هذه المره. ليه بقى؟ لان هناك عمليات مضاربات في الاسواق العامه، هناك عمليات تخزين لهذه السلع في الأسواق العامة. أنا فتحت لك باب الاستيراد وعطيتك من الرسوم وعطيتك من الضرائب وخلافه، ولكن البعض يمارس بعض الممارسات اللي هي ضد حرية السوق وضد المواطن في نفس الوقت، أو بيقوم بعمليات تخزين مثلا، أو أنه أما يجي يطرح في الأسواق العامة بيطرح كميات بسيطة. كميات بسيطة بمعنى إيه؟ بمعنى ان يخلي حالة من تعطيش السوق مستمرة، وبالتالي يضمن ارتفاع اسعار هذه السلع او الحصول على ارباح اكثر. ولذلك لو حضرتك سمعت كلمة رئيس الوزراء بيقولك لمواجهة التضخم. طب لماذا لمواجهة هذا التضخم مثلا على سبيل المثال؟ لان هذه السلع هي سلع اساسية بتستخدمها البيوت المصرية جميع أو الأسر المصرية أو المواطنين والمستهلكين المصريين عموما، دي حاجة. الحاجة الثانية إن لو شفت التضخم هتلاقي إن 47% من حسابات التضخم صحيح. طب أستاذ عبد اللطيف، علشان المؤتمر الصحفي رئيس الوزراء اتكلم أيضا عن السكن لكل مواطن وتوزيع أيضا شقق سكنية على الكثير، وقال أن عدد كبير جدا من الشقق السكنية تم توزيعها على المواطنين في دقيقة يا فندم هذا الموضوع المهم. طبعا انت عندك مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من 3 أعوام، هي بناء وحدات سكنية يعني على بالتوازي على كافة المحافظات. صحيح. عادة في العقود الماضية حضرتك كنت تلاحظ ان دايما عمليات البناء تقتصر مثلا على عواصم المدن، كان دايما عندنا ازمة سكن على عواصم المدن، على القاهرة الكبرى مثلا على سبيل المثال، وبالتالي
كانت دايما القاهرة الكبرى هي محط أنظار الآخرين في الهجرة إليها. لكن الآن أنت عملت هذا البرنامج بالتوازي، بمعنى في جميع المحافظات، وبالتالي هتلاقي أن كل محافظة فيها توأمة. توأمة بمعنى إيه؟ يعني تلاقي أسيوط الجديدة وأسيوط القديمة، المنصورة الجديدة والمنصورة القديمة. صحيح صحيح، في كل المحافظات يا فندم، مش في القاهرة فقط ولا المنصورة ولا أسيوط، ولكن في كل المحافظات. في جميع المحافظات. صحيح صحيح، وجهد الدولة في مشروعات السكنية جهد ملموس وواضح لكل المواطنين. الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. نماذج مشرفة ونماذج كتيرة بيزخر بيها المجتمع المصري، وزي ما بنقول دايما مصر ولادة. في حلقتنا النهاردة هنلقي الضوء على بعض من هذه النماذج المضيئة في مجتمعنا المصري، عشان تكون أفضل ختام لحلقة نهاية العام. أولى هذه النماذج هي السيدة فاتن صلاح، بنت من محافظة أسوان، هي مؤسسة شركة لصناعة المنتجات من ألياف الموز صديقة للبيئة، وقد تم تكريمها من جانب السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لتميزها في مجال عملها. نموذج آخر من نماذجنا المضيئة هي السيدة سهير عبد القادر، رئيس. طيب قبل ما نروح للسيدة سهير، خلونا ناخد تليفون مع الأستاذة فاتن صلاح بنت محافظة أسوان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد. إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ نهار سعيد إن شاء الله. خير. يعني إحنا دي آخر حلقة في 2023، وإحنا يعني الزملاء اختاروا نماذج مضيئة، وإنت كنت أول سيدة مضيئة لينا. كلمينا عن تجربتك. أنا فاتن صلاح من محافظة أسوان. أنا بدأت مشروعي أصلاً كنت بشتغل في إعادة تدوير مخلفات النخيل، وبعدين الحمد لله في أسوان بقى في ناس كتير قوي عندها وعي كافي إن هي تشتغل في إعادة التدوير عموماً، ففكرت إحنا ليه ما نعملش إعادة تدوير مخلفات الموز، لأن ده بيعمل يعني طريقة التدشين بتاعته والتخلص بتاعه بيبقى غير آمن، فبيضرنا إحنا كبيئة محلية عايشة وسطيه، ففكرنا إن إحنا نعمل منهم منتجات نستخدمها احنا كسيدات عايشة في القرى دي. وجبت احنا كنا بدأنا 4، وبعدين جبنا حوالي 15 سيدة تانية دربناهم وطلعنا منهم منتجات وخدت ودخلت. طيب فقدنا الاتصال بالسيدة فاتن صلاح، وهي يعني من النماذج المضيئة اللي الحقيقة كانت تستحق الإشادة واللي تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي. أيضا نموذج آخر من نماذجنا، أيضا نماذج مضيئة جدا ونموذج مشرف فعلا، هي زي ما قالت في المداخلة الهاتفية اللي انقطعت، وإن شاء الله نحاول نجيبها مرة أخرى، إن هي عملت مشروع من طيب عادت إلينا فاتن صلاح. فاتن كملي اتفضلي. بعدين كملنا عملنا منتجات، والحمد لله رب العالمين المنتج بتاعي ده كمان بيتصدر دلوقتي كويس، وحضرت في كوب 27 كمنتج صديق للبيئة، وكان تم تكريمي من السيدة انتصار السيسي على إن أول سيدة أو أول فتاة من الصعيد بتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي نفس الوقت بتعمل منتج محلي ومنتج بيئي. والحمد لله كانت الشركة بتاعتنا برضو كانت من كنا في مسابقة هنا في على مستوى محافظة أسوان، خدت مركز أول على 14 شركة كانت موجودة في المنتجات البيئية. واحنا دلوقتي حوالي 45 سيدة بتشتغل، وتحتها في سيدات بتشتغل اللي هم بالإنتاج. بس الفكرة في الموضوع إن أنا كان هدفي إن كل ست عندي في القرية أو في القرى اللي هي مهمشة إلى حد ما يبقى عندها حرفة بتنتج منها. أنا مش بركز على مؤهل ولا على سن، على قد من أنا وديني بس المساحة من وقتك وتعلمي حاجة وانتجيلي في البيت.
طيب استاذة فاتن، عايز اسالك الفكره دي جات لك منين وبداتي انك تكبريها وتتوسعي فيها مع اخريات؟ يعني الفكره جت ان احنا هنا في اسوان في عندنا النخيل والموز، دول اكتر الاشياء اللي موجوده حواليا، فالمخلفات بتاعتها كتيره جدا، وطريقه التخلص بتاعها بتبقى غير امنه، دايما بتبقى يا بتترمي في النيل يا اما بتتحرق يا اما بتتدشن كده لغايه ما بتتحلل. صحيح. فاحنا هنا الحمد لله بقى في وعي الى حد ما ان احنا ازاي نعرف نتعامل مع مخلفات النخيل، لكن مخلفات الموز مفيش نهائيا، خاصه ان الموز ده يعني نسبه الرطوبه فيه عاليه، فلما بيتحلل بيعلي قوي من غاز النيسان، فده بيضر جدا بالبيئه. صحيح. وبعدين انا عملت عليها دراسات فلقيت ان المرونه اللي موجوده فيها بسبب الرطوبه عاليه، اعلى من مخلفات النخيل بكتير. فعملنا منها، جربنا ان احنا نعمل حصاير، وعملنا منها سجاد، عملنا منها وحدات اضاءه، عملنا منها باسكت للمطبخ وللحمام، عملنا منها شنط للبحر، وكمان ان شاء الله انا طموحي ان انا اعمل منها اقمشه زي قماش الكتان وقماش القطن، خاصه ان هما نفس الخصائص بس هتبقى ليها معالجه مختلفه. يعني صحيح. يعني احنا بنشكرك طبعا، وان شاء الله باذن الله تكبري مشروعك، المشروع الصديق للبيئه دي طبعا، والمسؤولين واقفين معاك، اول ما شافوا نموذج ناجح حبوا يكرموك وحبوا يقفوا في ظهرك ويدعموك ويقولوا لك احنا مكملين معاك ان شاء الله، وتكبري في هذا المشروع انت وفتيات محافظه اسوان. السيده فاتن صلاح بنت محافظه اسوان بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي هنروح للفقره الرياضيه وعشاق التمارين وفقره الايروبكس، بعد كده ان شاء الله زميلتي شيراز الوفاء تكون مع حضراتكم واستكمال الفقرة وفقرات هذا الصباح. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جزء جديد من الفقره الرياضيه، استنونا فاصل ونرجع لكم. قبل ما ابدا التمرين عايز اتكلم معاكم واعرفكم الاول اهميه او فوائد التمرينات الرجليه. معظم الاحتياجات او الحاجات اليوميه اللي انا بحتاج ان انا اديها او متطلبات يومي بتعتمد على قوه الرجلين، فبالتالي لازم تكون عضلات رجلي على قدر من القوة والكفاءة علشان تخليني قادر ان انا ادي كل التمرينات الخاصة بيومي وعاداتي كمان. نجهز رجالة. ما ينفعش لما اجي ابدأ تمرين على طول بالجزء الاساسي، لازم اعمل زي احماء او اعمل زي ورم اب للجسم علشان يكون جاهز اني ادي التمرين الاساسي. فبنبدأ التمرين بالجنبات علشان رجليا تكون جاهزه ان هي تأدي مجهود، وكمان قلبي يكون جاهز او درجه الهارت ريت او مستوى النبض يكون اعلى عشان يكون جاهز انه يأدي مجهود. تشينج. بعد ما بخلص الجمبات ببدا ان انا ادخل على الجزء الاساسي من التمرين وهو الكوارتر سكوات. ما ينفعش لما اجي ابدا التمرين ابدا بشدات عاليه، فببدأ بتمرين الكوارتر سكوات، وده بيكون كويس قوي بالتسخين للرجلين علشان ما بيجيبش المدى كامل للرجل، فبيكون as a start أو كبداية كويس جدا. change. بعد كده ببدأ أزود درجة الشدة أو ببدأ أزود صعوبة التمرين تدريجي وأدخل على الجزء الأساسي. تمرين السكوات ده من أكتر التمرينات اللي بتشتغل على قوة عضلات الرجلين من أول الركبة لحد الهب او لحد مفصل الفخذ من فوق. change. بعد كده بدخل على تمرين اللونج او الطعن، والتمرين ده مهم جدا لانه بيشتغل على قوه عضلات الرجلين وبيساعد الجسم على الاداء لاي مجهود او لاي متطلب بالنسبه للجسم. change. سومو.
بعد تمرين اللونج دخلت على السومو سكوات، والتمرين ده بيشتغل على عضلات الضمه، والتمرين ده مهم جدا وخصوصا للرياضيين، لان معظم الاصابات اللي بتحصل للرياضي بتكون في عضلات الضمه او في العضلات الخلفيه. فلما انا يكون عندي قوه في عضلات الضمه كويسه هبدا ان انا احافظ على الجسم من الاصابه. ولحد هنا كده خلصنا التمرين النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا معانا واستنونا في حلقه جديده. أهلا بكم مشاهدينا، عدنا مرة أخرى على الهواء مباشرة واستكمالا لعرض النماذج المضيئة في المجتمع المصري. معنا الواعظة الدكتورة وفاء عبد السلام، والتي تم تكريمها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الدكتورة وفاء عبد السلام أشادت بدور الواعظات في تصحيح المفاهيم وتعليم الدين الصحيح ونشر سماحة الدين الإسلامي وأخلاقيات الدين. عدنا مرة أخرى مشاهدينا، ومعنا على الهاتف الأستاذة وفاء عبد السلام. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم عن النماذج المضيئة والأنارت عام 2023، وحضرتك كنت منهم وتم تكريمك بالفعل. كلمينا عن هذا التكريم وكلمينا عن مشوارك اللي فعلا بيستحق هذا التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة التكريم ده جه من قبل ترشيح معالي وزير الأوقاف أو وزارة الأوقاف المصرية، وده كان يعني مفاجأة كبيرة ليا. ويمكن هو اللي احنا عملنا كواعظات في وزارة الأوقاف هو عمل تطوعي، احنا متطوعات لخدمة الدين، وتدربنا على يعني يد كبار العلماء في وزارة الأوقاف في أكاديمية الأوقاف الدولية، وبدأنا في نشر الدين الصحيح الوسطي، واشتغلنا الحمد لله. يمكن كان الدور بتاعنا ان احنا نخرج خارج الصندوق، يعني احنا بقينا نسافر في قوافل الحمد لله من فضل الله. يعني أستاذ شيراز احنا لفينا تقريبا الجمهورية، بنقابل السيدات وبنتحدث معهم وبنروح لهم لحد عندهم، ومن خلال البروتوكولات الموقعة مع وزارة الأوقاف من قبل المجلس القومي للمرأة ومن قبل الهيئة الإنجلية وكثير من المؤسسات الدولة، نزلنا طرق الأبواب ونزلنا واعظة مع مكرسة ماسكين ايدينا في ايدين بعض، وبندخل البيوت وبندخل معاهم نتكلم في المشاكل اللي ممكن تواجه مجتمعنا. يعني اتكلمنا عن ختان الاناث، اتكلمنا عن الصحه الانجابيه، اتكلمنا عن ازاي تنظيم النسل ك من الناحيه الدينيه الاسلاميه والمسيحيه في وقت واحد. يعني دخلنا مع الناس نتكلم في مشاكلنا ونتكلم في اللي احنا طيب يعني ازاي شفتي استجابة الناس لما بتقعدوا معاهم وبتكلموا معاهم، بتحاولي انتي تفهميهم يعني المعلومات الصحيحة، كنت شايفة الاستجابة عاملة ازاي؟ والله في البداية كان في حاجة يعني ايه كان الناس مستغربين منها، هي ان هي وجود مكرسة مع او خادمة مع خدمة الكنيسة مع واعظة الأوقاف. يعني كان الموضوع في الأول فيه استغراب شديد، وبعدين بدأوا يعني فكرة تعجب الناس، إن إحنا داخلين بفكر مختلف، مش
مش داخله اتكلم مع ام محمد او مع ام مرقص، لا انا داخله اتكلم معهم هما الاثنين واحنا الاثنين مع بعض. نعم. يعني اخده بال حضرتك؟ فبدات الاستجابه، بدا الناس تسمعنا وبدات الناس تستجيب لينا. والاول وخاصه في الصعيد كان الموضوع فيه يعني شويه كده، لكن بدأوا يفهموا وبدأوا يستجيبوا، لأن المواضيع اللي حضرتك ذكرتيها هي أكتر منها يعني مواريث أكتر، يعني زي موروث شعبي، ففي بالضبط أفكار قديمة جدا الناس بتتوارثها عن بعض بغض النظر هم عارفين أصلها إيه، لكن هم خلاص العائلات بتتوارثها عن بعض. فإنك تغيري حاجة بالفعل بقالها عشرات السنين إنك تغيريها، ده بياخد أكيد وقت برضه. أخدنا وقت، بس الحمد لله من فضل الله ظهر أثرها يعني في الواقع، وبقت الناس تستجيب والحمد لله من فضل الله. فيمكن دورنا مش أنا بس بصراحة، كل الواعظات، وأنا يمكن من وقت التكريم قلت ده مش تكريم لواعظة، ده تكريم لكل الواعظات. يعني إحنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية في كل مجالاتها، فكان ده نموذج للتكريم إحدى يعني العاملات في جزء من 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 ضمن الأجزاء الكثيرة اللي بتشتغل فيه المرأة المصرية. فالحمد لله من فضل الله، يعني ده كان تتويج لمشوار كنا اشتغلنا بقالنا فترة طويلة جدا 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 على أرض الواقع داخل المساجد وخارج المساجد، الحمد لله من فضل الله. ويمكن أنا وقتها شعوري بالفخر والعزة والامتنان كان قوي جدا، لكن كان جنبه شعور أقوى بالمسؤولية. لا ده احنا علينا بقى يعني ايه مسؤولية أكبر تجاه ديننا وتجاه وطننا. فيمكن ده كان الإحساس بقى، لا ده أنا لازم أدي أضعاف أضعاف اللي كنت بديه قبل كده. الحمد لله بفضل الله. يعني الحمد لله. طبعا انا عايزه اعرف من حضرتك برضو، يعني هو دورك تطوعي، وحضرتك اكيد اللي عامله ده عن حب مش مستنيه اي مردود او عائد، فكلمينا عن حبك للمساعده او حبك ان انت تشاركي في شيء وانت المتطوعه، مش يعني مش منتظره اي مقابل. والله هو يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق الانسان اجتماعي بطبعه، بيحب يميل لانه يكون داخل المجتمع، فان ما كناش نبقى داخل المجتمع بنساعد بعض نبقى في عون بعض. هو ده الإحساس اللي جالي وقت ما بدأت أشتغل. أنا أساسا يعني أنا خريجة كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان بجانب جدا مع مرتبة الشرف طالبة مثالية على الجمهورية، يعني وكنت يعني ماشية حياتي، وأنا على فكرة مدير عام بشركة مصر للطيران، واخدة أجازة بدون مرتب، يعني مجالات مختلفة تماما. بالضبط مختلفة تماما. بس بدأت أدرس علوم شرعية وبدأت أتعلم على يد العلماء الأزاهرة الأفاضل الأكابر، بدأت أعرف دين وعرفت إن ربنا سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فبدأت أشتغل على الجزء ده، وأنا من داخلي كده عندي حب لإني أساعد، عندي حب للعطاء، عندي الجزئية دي الحمد لله من فضل الله. فلما وزارة الأوقاف اختبرتنا وبدأنا نشتغل على أرض الواقع، إحساس رائع، إن إحساس العطاء أكبر بكثير من إحساس الأخذ. يعني إذا كان للأخذ لذة فللعطاء لذة أكبر بكثير. فده كان إحساسي إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي يكون العمل، وإزاي يكون العمل في حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا حتى لو قامت القيامة، فإذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. فده لآخر يوم في عمر الواحد لازم يعمل الخير فعلا، لازم يعمل الخير ويعطي ويتصدق، حتى لو كانت الصدقة هي العفو، يعني مش لازم تكون مال. صح. يعني احنا عندنا الصدقة انك تمنطي الأذى عن الطريق، هو ده مساعدة. الصدقة التبسم في الوجه ده مساعدة، انك تشوفي حد
يبص كده لوشك يعرف. كلام حضرتك جميل جدا وانا بشكرك. اهلا ابدا، شكرا جدا استاذه وفاء عبد السلام، بنشكر حضرتك جدا على يعني كلام حضرتك الجميل، وكمان على يعني البهجه اللي انت بتحاولي او الشعور الايجابي اللي بتحاولي انت تنقليه للناس كلها، بشكر حضرتك جدا. نموذج آخر وهو محمد شعبان عبد الله جعفر الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول من جمهورية مصر العربية، ابن محافظة البحيرة. شعبان وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للمسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته، مؤكدا أن هذه الجائزة ستكون حافزا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره. عدنا مرة أخرى مشاهدينا، وبيسعدنا أن ينضم إلينا على الهاتف محمد شعبان عبد الله هو الفائز بالجائزة الأولى طبعا لمسابقة القرآن الكريم. محمد أهلا بك. أهلا يا فندم. أهلا، ألف مبروك، صباح الخير. الله يبارك فيك يا فندم. طبعا أنت حصلت على المركز الأول، فطبعا يعني في مسابقة القرآن الكريم، ألف مبروك. مجهود كبير طبعا، وأكيد أنتوا يعني لما بتدخلوا مسابقة من هذا النوع بيكون حب يعني لوجه الله، وبتبقوا عايزين أكيد يعني تتفوقوا، لأن ده بيبقى أكيد كمان يعني شعور جميل الواحد أنه هو يحصل على جائزة. كلمنا عن شعورك وعن مشاركتك في هذه المسابقة. أنا سعيد جدا صراحة بالمشاركة في المسابقة العالمية القرآن الكريم هذا العام، وبشكر سيادة الرئيس على رعايته للمسابقة، وبشكر برضو سيادة الوزير على اهتمامه بالقرآن الكريم. بصراحة يعني النسخة السنة دي يعني في قمة النزاهة والشفافية والحيادية، وصراحة أول مرة أشاهد يعني مسابقة بالنظام العالي ده والستايل الجميل ده. صراحة يعني أنا شاركت قبل كده بره، يعني لما أرى مثل ذلك يعني اهتمام بالقرآن وأهل القرآن ودار القرآن الكريم في العاصمة الإدارية الجديدة، حاجة مشرفة جدا لمصر صراحة يعني. الحمد لله. الحمد لله. المسابقة ليست فقط لحافظة القرآن الكريم، ولكنها أيضا لتعليم أو للشرح، يعني هي فروع عديدة، كلمنا عن هذه الفروع. يعني يا فندم الفرع الأول مثلا حفظ القرآن الكريم كامل مع التفسير والمقاصد العامة، وفي فرع للناطقين غير العربية، وفي فرع للناشئة تحت 12 سنة، وفي فرع لذوي الهمم، وفي فرع للأئمة والخطباء، يعني كذا فرع، ست فروع. يعني كل فرع بيكون لي الفائز الأول، أو ولا بيبقى يعني أنت بتبقى فائز بتاخد المركز الأول عن مجمل الفروع كلها، ولا كل فرع بيبقى لي شخص متفوق؟ لا يا فندم، كل فرع مختص ذاته، يعني إيه كل فئة لوحدها، ما فيش حد يدخل معاها. مثلا في الفرع الأول سيادة الرئيس عايز يكرم 3، الفرع اللي بعديه عايز يكرم 5، وهكذا يعني. يعني كل قسم ليه المتفوقين بتوعه. بالظبط يا فندم، يعني كل فئة. يعني أنا بشكر معالي الوزير على تنظيم المسابقة العالي ده صراحة، يعني وضع ذوي الهمم مع بعضهم في مكان واحد في فرع واحد، فطبعا مش هتجيب ذوي الهمم زي واحد مفصل، فهناك فارق يعني
في الاطلاع على التفسير والمقاصد وهكذا، فبيكون طبعا المبصر بيكون له نسبة كبيرة جدا في الحصول على المركز الأولى يعني بخلاف ذوي الهمم. فطبعا ذوي الهمم بيكون لهم يعني ايه امتحانات خاصة لهم يعني أكيد. بخلاف غيرهم. نعم اكيد. أيه. هو واضح كمان من التقرير اللي احنا زعناه ان انت سنك صغير، فانت اكيد بدات كمان من سن صغير ان انت تحفظ القران الكريم، واكيد اهلك هم اللي شجعوك طبعا. يا فندم انا عندي 29 سنه بفضل الله تعالى يعني حفظت القران بعد سن الاعداديه، بدات احفظ قران وبدات من سوره البقره، يعني كان تحديا مع نفسي حبا في القران يعني دون اي دفع اخر، كان حبا في القران. نعم. إيه سمعت شيخا من عظماء واجلاء القراء المصريين فاحببت القران واردت ان اكون مثله بفضل الله تعالى، فحفظت القران خلال سنتين والتحقت بدبلوم الصنايع في المحموديه هنا عندنا في البلد. بفضل الله حفظت القران في هذه الفتره والتحقت بمعهد قراءات دمنهور وحصلت على المركز الاول على مستوى الجمهوريه، ثم التحقت بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وحصلت فيها أيضا في السنة الأولى على درجة امتياز والثانية على امتياز أيضا، وأنا الآن في الفرقة الثالثة طالب فيها بفضل الله تعالى. الحمد لله. الحمد لله. طيب أنت بتفكر إزاي أن أنت يعني تستمر بعد كده؟ بتفكر أن أنت إيه يعني الاتجاه اللي أنت هتروح له؟ هل بتفكر أن أنت تفضل أن تتعلم تلاميذ آخرين يكونوا أصغر منك في السن؟ بتفكر أن أنت تكون في مجال تاني مختلف خالص؟ إزاي بتفكر؟ لا إن شاء الله ماجستير بإذن الله ودكتوراه بالنسبة للدراسة يعني. أما بالنسبة للتعليم أنا بفضل الله أحفظ القرآن الكريم بالمجان يعني منذ سنوات عديدة يعني يعني. نعم. ابتغي بذلك وجه الله تعالى. اكيد طبعا. اي انا بشكرك جدا محمد شعبان عبد الله الفائز بالمركز الاول في مسابقه القران الكريم، والف مبروك مره ثانيه وشكرا لحضرتك. عدنا مرة أخرى مشاهدينا. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء السبت إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 21672 فضلا عن إصابة 56165 فلسطينيا. ما زال العدوان متواصلا وبلا رادع، والضحايا يسقطون بالعشرات في غزة، وجيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط دعوات وقف القتال. عشرات الفلسطينيين سقطوا بين شهيد وجريح إثر تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت في وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية شمال مدينة غزة. مصادر طبية أكدت أن طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته استهدفا مخيم البريج، وأضافت المصادر بتواصل القصف المدفعي على مناطق شمال قطاع غزة وشرقي المحافظة الوسطى، خاصة بمخيمات البريج والنصيرات ومدينة خان يونس جنوبا، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع. واستهدفت طائرات الاحتلال الحربي جحر الديك جنوب مدينة غزة، فيما أطلقت مروحية من طراز أباتشي نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الأحياء الشمالية من القطاع. وقالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة 14 مجزرة بحق الأسر والعائلات الفلسطينية، أسفرت عن سقوط 165 شهيدا و250 مصاب. وتعمدت قوات الاحتلال استهداف 142 مؤسسة صحية، وأخرجت 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة. يتعرض 900 ألف طفل في مراكز الإيواء لمخاطر البرد الشديد والجفاف، إضافة لسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.
وفي حصيلة غير نهائية. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21,000 شهيد وأكثر من 56,000 مصاب، إضافة لآلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء. تواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل النيل للأخبار محمود جميل. محمود أهلا بك. محمود يعني ضعنا في مزيد من التفاصيل. نعم، يعني بعد التحية، لازالت المساعدات الإنسانية مستمرة وتتدفق على معبر رفح البري لدخولها لقطاع غزة أو حتى في مدينة العريش. يعني بالحديث عن القوافل والمساعدات، اليوم نتحدث عن دخول 4 شاحنات للغاز من خلال معبر رفح البري، بالإضافة إلى الاستعدادات التي تتم منذ صباح هذا اليوم يعني استقبال الجرحى والمصابين على مدار اليوم منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومصر تستقبل عدد كبير من الجرحى والمصابين ليتم تقديم الرعاية الصحية والخدمة العلاجية لهم. أما في مدينة العريش أيضا لازالت تتدفق المساعدات والقوافل الإنسانية المختلفة سواء من مصر أو حتى من الدول المختلفة. نتحدث عن أن آخر ما يعني وصل من هذه الطائرات، نتحدث عن الأمس آخر ما وصل من هذه الطائرات، نتحدث عن طائرتين، طائرة بولندية على متنها 33 منها هي، والطائرة الثانية هي الطائرة الإماراتية على متنها 36 طن من المواد الغذائية والأدوية. وصل عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش إلى أكثر من 350 طائرة من 50 دولة أجنبية ومنظمة إقليمية ودولية مختلفة. يتم التنسيق بالطبع بين كل الجهات الموجودة فيما يتعلق ب جمعية الهلال الأحمر المصري الذي تقوم بتنظيم هذه المساعدات، بالإضافة إلى أن مطار العريش أيضا لازال يستقبل كل الوفود والزيارات الهامة. نتحدث عن أن اليوم مطار العريش سيستقبل ظهر اليوم وفد عسكري فرنسي برئاسة وزير الدفاع الفرنسي لتفقد السفينة الفرنسية الموجودة في ميناء العريش. هذه السفينة بها مستشفى عائم يعني يتكون من 40 سرير وبها طاقم طبي فرنسي، نتحدث عن عدد من الأطباء في مختلف التخصصات وأيضا يستقبلون الجرحى والمصابين. فسيكون هناك زيارة لهذا الوفد، وهذه ليست الزيارة الأولى، لكن كان هناك زيارة سابقة وفي 28 من نوفمبر السابق في هذا اليوم الذي تم فيه التنسيق بوصول السفينة ووجود هذا المستشفى العائم. هذا المستشفى الفرنسي بالإضافة إلى المستشفى الإيطالي الموجودة في السفينة الإيطالية الموجودة أيضا على ميناء العريش. فبالتالي كل هذه المسارات تقدمها الدولة المصرية لتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين سواء من الجرحى والمصابين أو حتى فيما يتعلق في إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة وعدد القوافل التي تصل إلى طيب محمود بخلاف القوافل والمساعدات طبعا اللي بيتم إرسالها من دول مختلفة، يعني كما ذكرت، ماذا عن عربات الإسعاف؟ لأن في البداية كانت إسرائيل بالفعل بتستهدف عربات الإسعاف بالتحديد، هل بيتم ضخ كميات يعني كبيرة من عربات الإسعاف إلى داخل غزة؟ يعني هناك عدد من سيارات الإسعاف دخل يعني منذ أيام هذه السيارات المتعلقة بالإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر. هذه السيارات تدخل مباشرة إلى قطاع غزة، وبالإضافة إلى السيارات الإسعاف الموجودة في معبر رفح، لكن ليس بالعدد الكبير الذي يصل إلى قطاع غزة. وهذا بالطبع يعني لإجراءات التفتيش التي تتم فيما يتعلق ب إلى إجراءات التفتيش التي تتم داخل منفذ العوجة وكرم أبو سالم. لكن هناك عدد أيضا من سيارات الإسعاف الموجودة هنا في مدينة العريش والتي أتت من الدول المختلفة، لكن يتم الآن تمهيدا لدخول هذه السيارات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري. لكن هذا بالإضافة إلى سيارات الإسعاف المصرية الموجودة داخل وخارج المعبر التي تستقبل الجرحى والمصابين من قطاع غزة.
لتقديم الخدمة العلاجية. بشكرك جدا محمود جميل مراسل النيل الأخبار، شكرا لك وشكرا على المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. انتهت الساعة الأولى من برنامج هذا الصباح.